محمود ياسين كفنان اشتغلتي معاه طبعا فترات طويلة، يختلف ايه عن اي نجم اخر؟ لا انا مش هقولك بيختلف، لكن هقولك مميزاته الشخصية كفنان. رغم خبرته الكبيرة قوي، هو فنان مجتهد جدا، يعني عارفة بيتعامل مع السكريبت كأنه لسه بيبتدي من كتر ما هو حريص على شغله. بيتميز بالأخلاق الراقية قوي وحنية جدا، ولذلك بتشتغلي معاه وانت سايبة ايدك مرتاحة جدا ومبسوطة جدا انك بتشتغلي مع شخصية بالصفات دي. لا مريح في الشغل، يعني لما بنشتغل مع بعض ما بيبقى يعني بحس ان انا سايبة ايدي يعني. طب انت في سوق العصر اشتغلتي معاه في دور بيها، دور الحقيقة رائع جدا، وبرضو اشتغلتي معاه في العصيان امال. أيوه. والحقيقة شخصيتين متناقضتين تماما يعني. أيوه. هنا فادي عبد الغني استحالة الواحد يتصور ان انت بتقدمي نفس الشخصية دي، هي الشخصية دي اختلاف كبير جدا. قد ايه مثلا في العصيان كنت خفيفة الظل بشكل عبقري جدا. أيوه. وفي نفس الوقت كان ليه عمق الدور، يعني الستايل كمان اللي طلعتي بيه انا شايفاه يعني كان مميز جدا، يعني طريقه شعرك، البنس، الملابس. أيوه. اللوك ده انت اللي يعني عملتيه ولا المخرج ساعدك انك تخرجي بالشكل ده او تطلعي بالشكل ده في العصيان؟ لا الحقيقه، وطبعا بصي اي عمل احنا بنشتغله بيبقى فيه الفنان له وجهه نظر برضو، يعني ما هوش مش بياخد الورق كده وينفذه بالظبط، بالإضافة إلى وجهة نظر المخرج، بالإضافة إلى وجهة نظر الكاتب نفسه كاتب إيه، فبنعمل توليفة عارفة، بتبقى بنعجن حاجة كده، مجموعة حاجات بنجمعها مع بعض وبتبقى هي دي خلطة الشخصية. بالنسبة لأمال في العصيان، لا هي طبعا أمال من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا جدا، خفيف، وهي المفروض على فكرة كانت مكتوبة على أساس أنها ست جامدة جدا وست يعني بتدور برضو على المادة، فالحقيقة أنا حسيت أنه لأ يعني أنا إحنا محتاجين برضو نخليها أكثر ترى، لأنه إحنا عندنا الزوجة الثانية مكروهة لأ وقوية جدا وشخصيتها وكده، فكان لازم أمال تبقى العكس شوية علشان نعمل البالانس ما بين الشخصيتين، ما تبقاش دي شبه دي، ما تبقاش الصراع حتى تقيل ورخم. ففكرت فيها انه لا هي الست دي المفروض ان هي ست فلاحة من القرية، بنت ناس أغنية، بس هي ما برضو بس هي برضو عندها طباع الناس دي اكيد. طب هي كانت مكتوبه دمها خفيف ولا انت قدرتي تديها الطعم اللي فيه؟ ما هو انا بقول لك انا حولت بقى المساله طب الطعم. طب طريقه الستايل انت اللي طلعتيه بالشكل؟ أيوة ده. ايوه الشعر انا طلبت من الكوافير سمير الحمامي الله يرحمه، قلت له انا عايزه باروكه حمراء. ليه؟ لان هي الزوجه الثانيه شعرها اصفر. فلازم هي كمان تعمل حاجه في وطريقه البنس برضو. والبنس دي من مظاهر العياء عند الفلاحين، انها تبقى حاطه بنس كتير في شعرها، المشيه اللي هي برضو يعني بتوريكي انه الست دي بتاكل محشي ورز معمر والحاجات اللي هي بتاعتهم دي. فالتوليفه دي انا يعني ايه لقطتها كده اول يوم، كنت رايحه حتى ما اناش عارفه الشخصية دي يعني أمسك الخيوط بتاعتها إزاي، فده الفكرة اللي جاتني ومشيت عليها لغاية آخر الشخصية. الصراع بينها وبين عمها بقى أو دايما المناغشات اللي بينهم وبين بعض دي اللي كانت مخليها الشخصية خفيفة، يعني خففت الشخصية كتير، بدل ما تبقى على طول شديدة، لا هي شديدة جواها بس لازم تبقى الأداء الفطري الطبيعي بتاع الفلاحة اللي هي يديكي الفن اللذيذ او يعني الخفه اللطيفه اللي هي ما هياش اوفر وفي نفس الوقت بتدي الشخصيه